السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات المراجعة النهائية. وفي حلقتنا النهاردة إن شاء الله هنراجع على الجرامر الخاص بيونيت 4، وهيكون في بعد المراجعة أو الشرح هيكون في حل لبعض الأسئلة. وأحب أقول لكم إن هيكون في الوصف تحت ملزمة فيها شرح القاعدة وكذلك فيها الأسئلة اللي إحنا هنحلها في آخر الفيديو. وعشان ما أطولش عليكم تعالوا نشوف الشرح مع بعض. نبدأ كده الأول بيونيت 4 بالوحدة الرابعة، وكان بيتكلم عن expressing ability and possibility with could، يعني التعبير عن القدرة أو الاحتمال مع كلمة could أو باستخدام كلمة could. طيب تعالوا نشوف كده إن كلمة could أول حاجة عندنا ممكن يجي بعدها infinitive، يعني فعل في المصدر. طيب كلمة could لما يجي بعدها infinitive أو فعل في المصدر بتعبر عن إيه؟ أول حاجة بتعبر عن ability، تعبر عن ability يعني القدرة، ولكن القدرة فين؟ في الماضي. لما اقول مثلا I could swim when I was young، انا استطعت السباحة لما كنت صغير. جبنا هنا كلمة could، جبنا هنا infinitive اللي هو swim، مقلناش swimming ولا swam، يبقى could swim، يبقى الجملة دي بتعبر عن ability يعني القدرة. كلمة could plus infinitive بتعبر كمان عن حاجة اسمها request، request يعني الطلب. زي ما اقول مثلا كده could you help me please، ممكن تساعدني لو سمحت. فكلمة كود هنا استخدمت لإيه؟ للتعبير عن الطلب أو بنسميه request. كمان كلمة كود ممكن تعبر عن suggestion يعني الاقتراح، أنا بقترح فكرة معينة. أو مثلا you could visit the zoo، يعني أنت ممكن تزور الحديقة. You could visit the pyramids، أنت ممكن تزور الأهرامات. فأنا استخدمت كلمة كود هنا plus infinitive عشان تعبر عن suggestion يعني الاقتراح. يبقى كلمة could لو جه بعديها فعل في المصدر بتعبر عن ability القدرة، بتعبر عن request الطلب، بتعبر عن suggestion يعني الاقتراح. تمام كده خلصنا فيما يخص كلمة could plus infinitive، could والمصدر اللي بتعبر عن القدرة أو الطلب أو الاقتراح. ننتقل بقى لحاجة تانية اسمها possibility، طبعا possibility in the past، لأن كلمة could ممكن تعبر عن الاحتمال في الماضي. طب ده بنستخدمه ازاي او الشكل او التعبير بيكون ازاي؟ انا بجيب كلمة could plus have plus pb والتصريف التالي، يبقى could have تصريف تالي، يبقى الكلام هنا فين؟ في الماضي او عن احتمال في الماضي. لما اقول مثلا كده علي could have traveled alone، انا بقول هنا ربما علي قد سافر بمفرده، هنا I am not sure، انا هنا مش متأكد، I'm not certain، أنا برضو هنا مش متأكد. فأنا بتكلم هنا عن احتمال، استخدمت كلمة could have travel تصريف تالي أو past participle عشان أعبر عن احتمال في الماضي. ده شيء كان محتمل إنه ممكن يكون سافر لوحده أو مش ممكن، أنا هنا مش متأكد. فكلمة could have تصريف تالي بتعبر عن الاحتمال في الماضي. طيب لكن كلمة could have تصريف تالي لها تعبير تاني، بتعبر عن قدرة لم تحدث في الماضي. يعني ايه مصر الكلام ده؟ بمعنى ان الشخص ده كان عنده استطاعة ان هو يعمل الشيء ده ولكن لم يفعله، كان ممكن يعمل الحاجة دي لكن هو ما عملهاش. For example لما بقول مثلا I could have pulled this mobile phone، يعني بقول انا كنت ممكن اشتري، كان عندي استطاعة، كلمة could have يعني كان عندي استطاعة ان اشتري الموبايل ده، but I didn't، ولكن انا لم افعل، مع انه كان في استطاعته انه يعمل الحاجه دي. يبقى نخلي بالنا يا شباب ان كلمه كود هاف وتصريف تالت بتعبر عن حاجتين، احتمال في الماضي او قدره لم تحدث في الماضي، بمعنى ان الشخص ده كان عنده قدره انه يعمل الشيء ده ولكن لم يفعله، ولكن لم يقم به. طيب نفي كلمه كود هاف هي couldn't have past participle، couldn't have past participle يعني التصريف التالت. طب couldn't have والتصريف التالي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن استحالة حدوث شيء في الماضي، يعني الشيء ده مش ممكن ابدا يكون حصل في الماضي. استخدم كلمة couldn't. ناخد مثال كده عشان نوضح المعنى. لما يقول لي you couldn't have seen Sarah today، بقول له انت مش ممكن ابدا تكون شفت ساره النهارده. هو بيقول له كده، طيب ليه؟ قال له she's in London at the moment، لانها اصلا هي في لندن. فكلمة couldn't have والتصريف التالي اللي هو seen
عبرت عن استحالة حدوث شيء في الماضي برودة مش ممكن تكون شفتها لأنها أصلا هي في لندن. ناخد مثال كمان لما أقول My father couldn't have paid the bill، بقول والدي مش ممكن أبدا، جدا couldn't have التصريف الثالث the bill يعني مش ممكن أبدا يكون دفع الفاتورة، كلمة bill هنا معناها الفاتورة. He didn't have the money، هو أصلا معهوش فلوس أو الفلوس مش معاه. فكلمة couldn't have seen وكلمة couldn't have paid بتعبر عن استحالة شيء أو استحالة حدوث شيء في الماضي. يبقى اتكلمنا عن could مع القدرة والطلب والاقتراح، واتكلمنا عن could have تصريف ثالث و could have أو couldn't have والتصريف الثالث، وعرفنا الكلمات دي بتعبر عن إيه. ودلوقتي عم نتكلم عن expressing regret and blame، يعني التعبير عن الندم أو اللوم، إزاي أعبر عن الندم أو اللوم على شيء حصل في الماضي. أنا بندم على حاجة حصلت في الماضي أو حاجة أنا عملتها في الماضي فأنا بندم عليها. قال لي عشان تعبر عن الندم على شيء في الماضي أو عن شيء في الماضي بستخدم should have أو ought to have plus past participle. بجيب الكلمات دي وأحط التصريف التالي. طب يا مستر الكلمات دي معناها إيه؟ الكلمتين دول أو التعبيرين دول معناهم كان من الواجب أن أو كان ينبغي أن في الماضي يعني. ناخد مثال كده بيقول لي هنا I failed the test، بقول أنا فشلت في الامتحان. I should have studied hard، بقول أنا كان من الواجب عليا، كان المفروض، كان ينبغي عليا أن أذاكر بجد. فهو استخدم هنا كلمة should have وجاب التصريف التالت عشان يعبر عن regret. regret يعني الندم. هو هنا بيندم إن هو ما ذاكرش كويس لأنه فشل في الامتحان. يبقى استخدمنا should have أو ممكن استخدم ought to have. أقول كده I failed the test I ought to have studied hard، كان من الواجب علي أن أذاكر بجد أو كان ينبغي علي. طيب نفي كلمة should و ought to هنا فيها shouldn't have أو oughtn't to have. نلاحظ أن كلمة oughtn't معاها كلمة to بخلاف كلمة should أو shouldn't ما يبقاش معاهم كلمة to. يبقى shouldn't have أو oughtn't to have plus past participle، بجيب برضو التصريف التالي. طب الكلمات دي معناها ايه؟ معناها لم يكن من الواجب ان او لم يكن ينبغي ان نفعل كذا وكذا، يعني ما كانش المفروض اعمل الحاجه دي. For example لما اقول you failed the test بقول له انت فشلت في الامتحان. You shouldn't have wasted your time، ما كانش المفروض تضيع وقتك. لم يكن ينبغي ان تضيع وقتك او لم يكن من الواجب فعل ذلك او ما كانتش فكره جيده انك تعمل الحاجه دي. يبقى نخلي بالنا جبنا هنا shouldn't have وجبنا التصريف الثالث عشان تعبر عن claim. انا بتكلم هنا عن اللوم، انا بلوم الشخص اللي قدام، بقول انت فشلت في الامتحان، ما كانش المفروض تضيع وقتك. You shouldn't have wasted your time، لم يكن ينبغي او لم يكن من الواجب انك تضيع وقتك. يبقى اتكلمنا كده عن regret and claim، الندم او اللوم باستخدام should have او ought to have. We shouldn't have و oughtn't to have لأن الكلمات دي هي نفي الكلمات الأولى أو التعبيرين الأولين دول، وبيعبروا عن regret أو blame الندم أو اللوم. لكن نخلي بالنا ملحوظة مهمة يمكن خدناها قبل كده، عندنا كلمة should و shouldn't. كلمة should أو shouldn't لما يجي بعدها infinitive يعني فعل في المصدر هي يعني بتعبر عن advice يعني النصيحة. نخلي بالنا بقى عشان في فرق، لو انا لقيت كلمة should have تصريف تالت او shouldn't have تصريف تالت هي يعني بتعبر عن الندم او اللوم، لكن لو لقيت كلمة should او shouldn't وبعدها فعل في المصدر فعل بدون اي اضافات هي يعني بتعبر عن advice يعني النصيحة. For example لما اقول you should study hard دي مجرد نصيحة، اقوله يجب ان تذاكر بجد، والكلام هنا اصلا فين؟ في المضارع مش في الماضي بخلاف الكلمات دي كلها في الماضي. أو أقول you shouldn't waste your time يعني لا يجب أن تضيع وقتك، أنا بنصح أنه ما ضيعش وقته. جبنا كلمة shouldn't وجبنا فعل في الانفينيتيف يعني في المصدر، وكذلك برضو جبنا كلمة should وبعدها فعل في المصدر. يبقى كلمة should و shouldn't لو جه بعدهم فعل في المصدر يبقى بتعبر عن advice يعني النصيحة في المضارع. طيب الجزء الثالث معانا كان بيتكلم عن حاجة اسمها report speech يعني الكلام غير المباشر أو الكلام المنقول على لسان شخص آخر.
والنقطة المهمة اللي في الدرس ده اللي احنا عايزين نعرفها ان هناك بعض الافعال او في بعض الافعال اللي بيجي بعديها object، وبعد object بجيب كلمة to او not to. طب ايه الافعال دي؟ نشوفها مع بعض. اول فعل ordered يعني امر، advised نصح، instructed يعني اخبر او اعلم او ادى تعليمات يعني، reminded يعني ذكر، warned حذر، asked يعني سأل، encouraged شجع، expected توقع، taught يعني علم او درس، وطبعا اصل الفعل ده teach يعني يعلم او يدرس، invited يعني دعا، دعا شخص مثلا لحفله، begged يعني توسل او ترجى شخص، helped ساعد، told يعني اخبر، persuaded يعني اقنع، promised يعني وعد. كل الافعال دي عشان بيجي بعديها object، object يعني مفعول، والاوبجكت ده ممكن يكون اسم او ضمير، ضمير زي كلمه مي، هيم، هير، ذيم، او مثلا ادفايزد مي يعني نصحني، ادفايزد هير نصحها، ادفايزد ذيم نصحهم، او ممكن يكون اسم شخص، او مثلا نصح علي اقول هي ادفايزد علي، او هي ادفايزد ذا بيبل هو نصح الناس، يبقى ممكن يكون المفعول ده شباب اسم او ضمير. طب بعد المفعول بجيب ايه؟ بجيب كلمة to او not to، طبعا ده حسب معنى الجملة. غالبا لما اكون بتكلم عن شيء ايجابي بجيب كلمة to، شيء سلبي بجيب not to، وزي ما قلنا ده حسب معنى او سياق الجملة. وبعد to او not to بجيب infinitive يعني فعل في المصدر. نشوف كده مثال بيقول I asked him يعني انا طلبت منه to lend me some money. نشوف كده الفعل الاول asked، تمام، عندنا him ده اللي هو الاوبجكت، وبعدين جبنا كلمة to plus infinitive يعني فعل في المصدر او فعل وبعديه مصدر، يعني انا طلبت منه to lend ان يسلفني some money يعني بعض المال. طيب نشوف بقى not to وال I warned him not to go near the rocks. نشوف الفعل warned اهو، جبنا بعده object وبعد الاوبجكت المفعول جبنا not to. طب معنى الجملة ايه؟ يعني انا حذرته الا يذهب near the rocks بالقرب من الحجارة دي، يبقى انا بحذره من شيء خطير وبالتالي شيء سلبي، فانا جبت كلمة not to. يبقى عندنا to ان يفعل كذا، not to الا يفعل كذا، نخلي بالنا من المعنى ده. يبقى to المصدر معناها ان يفعل كذا، not to المصدر معناها الا يفعل كذا، وبكده يكون خلصنا مراجعة جرامر يونت 4. دلوقتي نبدأ في حل الأسئلة. أول سؤال معنا نمبر 1 when I was a student، بيقول أنا لما كنت طالب I space all night before an exam. هو عاوز يقول أنا لما كنت طالب أنا كان عندي الاستطاعة، يبقى بيعبر هنا عن القدرة ability، أنا كان عندي الاستطاعة أن أذاكر طول الليل قبل الامتحان. طب عشان نعبر عن القدرة بنستخدم could plus infinitive، وبالتالي هناخد could study اللي هي letter A. could study يعني كان عندي الاستطاعة أن أذاكر طول الليل قبل الامتحان. Number 2 I don't have enough money to buy lunch، بقول أنا معيش فلوس كافية أن أنا أشتري الغداء. You lend me a couple of dollars please، بقول ممكن لو سمحت تسلفني 2 دولارز. كلمة a couple of dollars يعني 2 دولارز please من فضلك. طبعا زي ما احنا شايفين ان الجملة دي بتعبر عن request يعني الطلب، وبالتالي نختار كلمة could لان من استخدامات كلمة could ان هي بتعبر عن الطلب او request، يبقى الاجابة letter B could. Number 3 I space prayed but I didn't know we needed it. هو هنا عايز يقول في المثال ده ان انا كان في استطاعتي، كان في استطاعتي في الماضي ان انا اشتري خبز، ولكن انا ما اعرفش اللي احنا اصلا محتاجين. يبقى عايزين كلمة تعبر عن قدرة لم تحدث في الماضي، بمعنى ان الشخص ده كان في استطاعته انه يعمل الحاجة دي ولكن لم يكن بها، لم يفعلها، وبالتالي نختار هنا letter C اللي هي could have put، اللي هي could have تصريف ثالث، could have put letter C. Number 4 nobody knows where the jewels have gone، بقول محدش عارف المجوهرات دي راحت فين. They هما يعني المجوهرات دي، هو عاوز يقول ان المجوهرات دي ربما قد سرقت، يبقى هنا بيعبر عن شيء محتمل فين في الماضي، هو مش متأكد هنا، ربما قد سرقت وربما لا. يبقى عندنا اختيارين هنا، يا اما could have stolen او could have been stolen، لان الاختيارين دول هما اللي بيعبروا عن
possibility in the past يعني احتمالية أو شيء كان محتمل في الماضي. لكن نبص بقى على معنى الجملة، هي كلمة ذي دي عايدة على إيه؟ عايدة على جولز، والجولز دي تعتبر فاعل ولا مفعول؟ لا يا مستر، هنا كلمة جولز تعتبر مفعول، وبالتالي يا جماعة الجملة هنا هتكون passive يعني مبني المجهول. يعني معنى الجملة ينفع نقول they could have stolen يعني المجوهرات دي هي اللي سرقت ولا سرقت؟ لا، المعنى ان هي سرقت، وبالتالي هنختار letter B اللي هي could have been stolen. could have been stolen هي letter B، لان الجملة هنا زي ما قلنا ان هي passive مبني المجهول. Number 5، it's a pity you didn't ask. وبقول له يا للأسف انت ما طلبتش مساعدتي يعني، او ما طلبتش مني حاجة. because I you، هو عاوز اقول لانني كنت ممكن اساعدك. يبقى هو عاوز يعبر هنا عن قدرة لم تحدث في الماضي. بقول له للأسف انت ما طلبتش مني المساعدة لان كان من الممكن او كنت ممكن اساعدك او كان في مقدرتي ان انا اساعدك. وبالتالي هنختار هنا could have helped you. could have helped اللي هي letter A، يعني كان في استطاعتي ان اساعدك. Number 6، when the new road was built، بقول لما الطريق الجديد اتبنى، I spaced to work in half an hour. عايز اقول انا استطعت ان اذهب الى العمل في خلال نص ساعة. وبالتالي هو بيعبر هنا عن ability in the past يعني قدرة في الماضي، واحنا بنعبر عن القدرة باستخدام could plus infinitive، وبالتالي هنختار هنا letter C اللي هي could drive. Number 7، father didn't find any tickets، بقول والدي ما لقاش اي تذاكر. he spaced earlier، هو عايز يقول هو كان المفروض او كان الواجب عليه ان هو يحجز تذاكر مبكرا او بدري شوية. وبالتالي احنا بنعبر هنا عن اللوم، فهنختار should have booked اللي هي letter B، should have booked. Number 8، his pace have pulled the same car، he was wrong to do it. هو طبعا في الجملة دي عايز يقول ان هو ما كانش المفروض يشتري نفس العربية، ده شيء خطأ هو عمله. كلمة he was wrong to do it يعني ده كان خطأ منه. وبالتالي احنا بنعبر هنا شباب عن blame يعني اللوم، انا بلومه انه ما كانش المفروض يعمل الحاجة دي. وبالتالي هنختار letter A، shouldn't have pulled يعني ما كانش المفروض يشتري نفس السيارة او نفس العربية دي. Number 9، we spaced a taxi when it rained، I'm sorry we didn't. طبعا هو هنا او هما بيقولوا يعني احنا كان المفروض او كان واجب علينا ان احنا نركب تاكسي يعني لما الجو مطر. I'm sorry we didn't يعني انا اسف احنا ما عملناش كده. وبالتالي الجملة بتعبر عن regret يعني الندم، وفي الندم بنختار اما كلمة should have او ought to have. لو دورنا هنا في الجملة طبعا في عندنا letter B اللي هي shouldn't have taken، طبعا مش هتنفع كمعنى، هيقول ما كانش المفروض نركب تاكسي لما الجو مطر، لا. وبالتالي هنختار هنا ought to have taken اللي هي letter A، ought to have taken يعني كان من الواجب علينا ان احنا نركب تاكسي لما الجو مطر. يبقى الإجابة يا جماعة letter A. Number 10، John Spaced have gone to Cambridge University but he decided to travel instead. هو في الجملة دي عاوز يقول ان جون ده كان في استطاعته انه يذهب الى جامعة كامبريدج او يلتحق بالجامعة دي، ولكن هو قرر ان هو يسافر بدل ما يلتحق بهذه الجامعة. يعني هو بيعبر هنا عن القدرة لم تحدث في الماضي، يعني بمعنى ان الشخص ده كان في استطاعته الشيء ده ولكن لم يفعله. وبالتالي نختار هنا كلمة could، يبقى جون could have gone to Cambridge University يعني كان في استطاعته أن يذهب إلى هذه الجامعة ولكن ولم يفعل ذلك. يبقى الإجابة letter D، could. Number 11، you lend me your mobile please، بقوله ممكن تسلفني الموبايل بتاعك من فضلك. طبعا الجملة دي بتدينا معنى request أو بتعبر عن request يعني الطلب، وفي الطلب بنختار كلمة أو بنستخدم كلمة could، يبقى letter D، could you lend me يعني هل من الممكن لو سمحت تسلفني الموبايل بتاعك. يبقى الإجابة letter D، could. Number 12، where is my bag. في اتنين هنا عندنا بيتكلموا مع بعض، الأول بيقول له where is my bag، فين الشنطة بتاعتي، فالتاني قال له I don't know، أنا معرفش. it يعني الشنطة يعني كلمة it دي عادة على الشنطة أو الباك space، هو عاوز يقول له إن الشنطة دي ربما قد سرقت، يعني هو بيعبر هنا عن احتمال أو شيء كان محتمل في الماضي. يبقى احنا هنختار هنا او هنتكلم عن كلمة could، لكن هل هنختار could have stolen ولا could have been stolen؟ نركز بقى في معنى الجملة. الجملة دي اولا في الباسيف يعني هتكون في المبني المجهول، يبقى مستر اختار اقول it could have stolen. لو احنا قلنا it could have stolen
يعني الشنطة كده هي اللي سرقت، والكلام ده طبعا غلط، هي الشنطة سرقت. يبقى المبني المأكول هنا letter B، نقول it could have been stolen، يعني ربما قد سرقت. يبقى الإجابة يا جماعة هنا letter B could have been stolen. Number 13 EU space Mona today she's in London at the moment. هو هنا بيقول له انت مش ممكن تكون شفت منى النهارده لان منى اصلا في لندن في هذه اللحظه، وبالتالي هو بيعبر عن شيء كان مستحيل الحدوث في الماضي او شيء غير محتمل الحدوث في الماضي، وبالتالي هنختار هنا letter D اللي هي couldn't have seen. يبقى you couldn't have seen Mona today، يعني لا يمكن ابدا تكون شفت منى اليوم لانها اصلا in London at the moment، يعني هي في لندن في هذه اللحظه. يبقى الاجابه letter D. Number 14 father ordered his daughters، يعني الاب امر بناته space the door for anyone while he's out، يعني عايز يقول ان الاب امر بناته ان هما الا يفتحوا، ان هما ما يفتحوش الباب لاي حد لما هو يكون خارج المنزل او لما يكون هو في الشغل مثلا يعني، وبالتالي نختار هنا not to open، يعني الا يفتحوا not to open letter B. Number 15 my father advised me، بقول والدي نصحني space a ticket in advance if I want to travel in August، يعني بقول والدي نصحني ان احجز او ان اشتري تذكرة مقدما، in advance يعني مقدما يدفع فلوسها مقدم يعني، if I want to travel in August، لو انا عاوز اسافر في شهر اغسطس، وبالتالي هو نصحه ان هو يعمل حاجة، فهنختار هنا to buy اللي هي letter D. يبقى my father advised me to buy، نصحني ان اشتري، يبقى letter D. Number 16 as he was innocent، بما ان الشخص ده كان بريء، innocent يعني بريء، he wanted people يعني اراد من الناس space what he had done، يعني هو كان عايز يخلي الناس يعرفوا ماذا فعل او ماذا هو فعل، يبقى wanted people to know، يبقى الاجابه letter C to know what he had done، يعني اراد من الناس ان يعلموا او ان يعرفوا ماذا هو فعل او هو عمل ايه، وبالتالي الاجابه تكون letter C اللي هي to know. Number 17 احمد's parents warned him space avoid smoking، يعني والدين حذروا احمد ان يتجنب التدخين. طبعا مش هينفع نقول ان لا يتجنب التدخين، لا ان يتجنب، وبالتالي نختار letter B اللي هي to avoid smoking. Number 18 خالد is expecting his friends space very soon، طبعا كلمة expect او الفعل expecting من ضمن الافعال اللي بعديها to plus infinitive او not to plus infinitive، وبالتالي هنختار هنا letter D اللي هي to arrive، يعني هو بيتوقع ان يأتي اصدقائه قريبا جدا، يبقى letter D to arrive، جبنا to المصدر to arrive very soon. Number 19 the lifeguard instructed people، لايف جارد اللي هو حارس الانقاذ، الحارس مثلا اللي واقف عند حمام سباحه عند شاطئ معين عشان لو في حد بيغرق او كده ينقذه، بنسميه لايف جارد اللي هو حارس الانقاذ. instructed people يعني اكبر الناس او ادى تعليمات للناس space near the rocks، يعني بالقرب من الحجاره. طيب الفعل instructed ده قلنا اللي بيجي بعديه object عندنا كلمه people، واما to والمصدر او not to والمصدر. طب هو اخبر الناس او اعلمهم الا يقتربوا من الحجاره دي، وبالتالي هنختار هنا to not swim ولا not to swim، لا احنا خدناها not to plus infinitive، يبقى الاجابه letter D اللي هي not to swim، يعني الا يسبحوا بالقرب من الحجاره. Number 20 دكتور اماني suggested that I space on a diet to lose weight and be more healthy. نخلي بالنا من الفعل suggest، الفعل suggest او suggests لما يجي بعده that وفاعل يعني that he suggest that she that we that you، لما نلاقي كلمة suggest او suggested او suggests حسب ما يكون بقى في المضارع او في الماضي، ونلاقي كلمة that ونلاقي بعد كلمة that فاعل، اختار على طول infinitive يعني مصدر الفعل، وبالتالي نختار هنا letter C اللي هي go. 21 I space Nora to be calm about the situation، هو عاوز يقول ان انا نصحت نورا دي ان هي تكون هاديه في الموقف ده، كلمه situation يعني الموقف، وبالتالي نختار هنا advised، I will I advised Nora اللي هي letter B، advised Nora يعني نصحت نورا ان هي تكون هاديه في الموقف ده.
22 عمر asked me بقول عمر طلب مني space anybody what's happened. طبعا كلمة asked برضو من ضمن الأفعال اللي احنا خدناها بيه بعدها to plus infinitive أو not to plus infinitive. لكن نشوف معنى الجملة بقى، هو عاوز يقول ان انا طلبت من عمر ألا يخبر أحد عما حدث، يبقى قال له ما تقولش لحد على الحاجات اللي حصلت دي، وبالتالي نختار هنا not to tell اللي هي letter C. not to tell anyone يعني ألا يخبر أحدا، فجدنا not to plus infinitive. 23 dad space us not to go near the fire. طبعا هو طالب مني في السؤال ده ان انا بقى اجيب الفعل المناسب للمعنى هنا. طيب dad suggested us يعني اقترح علينا ان احنا لا نقترب من الحريق، طبعا ده مش هينفع كمعنى. ولا dad warned us حذرنا ممكن. ولا dad said us، لا كلمة said ما يجيش بعدها مفعول، يبقى said اصلا مش معانا خالص. طب begged us يعني توسل الينا، طبعا مش هينفع كمعنى. وبالتالي يا جماعة نختار هنا كلمة warned لأنه بحذرهم من شيء خطير، يبقى dad warned us not to go near the fire يعني الوالد حذرنا ألا نقترب من النار، يبقى الإجابة letter B اللي هي warned بمعنى حذر. Number 24 father encouraged me يعني بقول والدي شجعني space the basketball team، هو عاوز يقول إن والدي شجعني أن أنضم لفريق كرة السلة. طيب احنا عندنا الفعل encouraged وجي بعده object يعني مفعول، واحنا قلنا ان الفعل encouraged ده بمعنى شجع من ضمن الافعال اللي بعدها يا اما to plus infinitive او not to plus infinitive، حاجه من الاثنين. طيب لو بصينا في الاختيارات كده هنلاقي عندنا letter B اللي هي to plus infinitive يعني to join، ودي طبعا الاجابه الصحيحه اللي هي letter B to join يعني معنى الجمله والدي شجعني ان انضم لفريق كره السله، يبقى الإجابة عندنا letter B اللي هي to join. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة، ياريت تكون استفدتوا معانا، وإن شاء الله استنونا في الحلقة اللي جاية هنراجع على unit 5، وما تنسوش تعملوا share ولايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.